سلام ما تولا ما يتما دشت ما جغوان ما لو اندغسي هذا السلام ونالوا استمه دغتي زارتين دغيم هي وتن مشوار ويتجمنو كارنكا لعب المجيد تبون دمغرن دمنا هذا الأحزاب والسياسة دموزرن مزغن اسم جارة هلواغ منو كارنكا دغي هندق وانتم منوكلا منذر بودن المنسق وانتكتل المسار الجديد الديو دغرفهن مريم بالقاسمي عبد الوهاب بالجلول الساسي هاشم عصام بحري ادمنار فتني ظفر امجر ويجا يكفى المنسق وان تكتل المسار الجديد تاغ تفرت خصنا سيد رئيس الجمهورية كمبادرة المسار الجديد باستقبال أين تناولنا فيه الكثير من المواضيع خاصة في السياسة الداخلية والسياسة الخارجية مختلف الاستحقاقات التي نحن مقبلين عليها. تناولنا أيضا موضوع تجديد الطبقة السياسية، تناولنا أيضا موضوع شخصية الجزائري التي الآن، لأنه الجزائري لازم يبقى جزائري وما يكونش لا ينتمي لأي تيار أو تيارات خارجية أو أجنبية علينا. احنا لازم الشخصية الجزائرية إعادة الاعتبار للشخصية الجزائرية. تناولنا مواضيع اقتصادية، تناولنا مواضيع تخص الاستثمار المحلي والاستثمار الوطني. يعني في الحقيقة سيد رئيس الجمهورية لمسنا لديه إلمام بكل المشاكل اللي يعيشها المواطن في أقصى المناطق الداخلية سواء في الشمال أو في الجنوب. لمسنا أيضا عند سيد رئيس الجمهورية نية حقيقية لإدماج الشباب في الشأن العام بشقيه السياسي والاجتماعي. تناولنا أيضا الكيفيات وسبل الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر. تناولنا أيضا بعض المشاكل المفتعلة التي تقف وراءها أطراف خارجية. عبر المسار الجديد من خلال الأعضاء الموجودين معنا هنا عن نيتهم الحقيقية أيضا في الاستمرار في العمل الذي يقوم به المسار الجديد والذي يتصادف يعني اليوم 6 أشهر منذ تأسيس المسار الجديد. أيضا سادة أعضاء المسار الجديد عبروا عن الكثير من رؤيتهم المختلف في المشاكل ولا مختلف القطاعات في الجزائر. بالنسبة أيضا الاستحقاقات القادمة عبر السيد الرئيس عن تمنياته أن يكون الشباب موجود بقوة في الاستحقاقات القادمة سواء التشريعية أو المحلية. عبر السيد الرئيس أنه ماذا به أنه يكون هناك تجديد للطبقة السياسية من خلال شباب جديد يقتحم هذا المجال. أيضا السادة أعضاء المسار الجديد أكدوا أنهم سيواصلون العمل الميداني من أجل تحقيق تجديد في الطبقة السياسية، تجديد في المجتمع المدني. اسم جرى الداغة من وكال نكال عبد المجيد تبون من نهض وان اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية نور الدين بحبوح دغيري تنيد والنيف والمنيكيت جننات. تفرم جروي جايك فمن نهضوان اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية تارغ تفيرت. تم اليوم استقبالي من طرف رئيس الجمهورية وهو مشكور، وأعطيت لنا الفرصة لنتكلم ونعطي وجهة نظرنا فيما يخص الأمور السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الجزائر. واغتنمنا بطبيعة هذه الفرصة نؤكد بأن فلا بد تكاتف جهود كل الجزائر والجزائريات من أجل الخروج من هذه الأزمة المتعددة الجوانب، وهكذا نعطي للشعب الجزائري صورة بأن الثقة ستكون إن شاء الله موجودة. وفي نفس الوقت أكدنا للسيد رئيس الجمهورية بأننا دائما وسنكون من الأنصار الذين
يدافعون على ما هو واجب، ويدافعون وسنكون دائما مع التوجهات التي تبني الدولة الجزائرية وإعطاء الثقة للمواطن الجزائري. وهكذا وأكدنا بأننا سندخل في الاستحقاقات المقبلة من أجل بناء دولة المؤسسات ودولة القانون، وممكن ننطلق في بناء جزائر التي يعني تكون فيها الثقة المطلقة ما بين الحاكم والمحكوم. أمنوك أنك لعب المجيد تبون اسم جارة داغ سليم لعباط شال أمين العام وأنت دوك نخدما وين الجزائر. ظفر مجرو واي جايك فالامين عام وانت الوكيل تنخدمو من دزير تارغ تفيرت. كان لنا شرف في لقائنا مع السيد رئيس الجمهورية، تناولنا عدة قضايا تهم الوطن بصفة عامة، منها ملفات اقتصادية ومنها ملفات اجتماعية. تكلمنا في الجانب الاقتصادي على ضرورة خلق مناخ ملائم لتحرير الطاقات وتحرير المبادرة للسماح للمسيرين المتعاملين الاقتصاديين باش يعطيوا وتيرة جديدة للتنمية وللاقتصاد الوطني، لأننا لاحظنا أن فيه نوع من الركود في الجانب الاقتصادي، وشفنا أن فيه بعض الملفات معلقة في بعض المؤسسات في بعض الإدارات، ولهذا يعني لازم دفع جديد ووتيرة جديدة لننزع منها الخوف من لاسفير ايكونوميك. جانب اخر في الجانب الاجتماعي، رغم التراجع الكبير للاقتصاد والتراكمات اللي يعني ورثناها من العشرينيه السابقه من السياسات القديمه، فيه كذلك السنه الماضيه سنه بيضاء جراء شل قطاعات نشاطات اقتصاديه خلال الوباء كورونا، وكانت فيه اجراءات كبيره مجهودات كبيره من طرف الجميع، والحمد لله قدرنا أن نحمي مناصب العمل، نحمي شركات اقتصادية، لكن في نفس الوقت تخلفت بعض الشركات، فقدنا فيها بعض المناصب، فقدنا بعض أجور العمال، والحمد لله طرحنا هذا الإشكال للسيد رئيس الجمهورية، هو في استعداد تام لمرافقتنا مع البنوك مع بعض المؤسسات من خلق التضامن بين المؤسسات من أجل يعني دفع أجور هذه العمال. أخيرا تكلمنا على ضرورة تكوين جبهة داخلية للحفاظ على الاستقرار، لأن بدون الاستقرار ما فيهش اقتصاد وما فيهش يعني صحة في الجانب الاجتماعي. لهذا يعني تكلمنا على ضرورة بعد البرلمان إن شاء الله طالبنا بمراجعة بعض القوانين بما يخص التقاعد 32 سنة، بما يخص منصب العدالة في لاسفير ايكونوميك، ورئيس الجمهورية يعني اعطانا الوقت الكافي باش شرحنا له واعطينا له يعني نظرتنا في هذا الجانب، والحمد لله كان صاغي لمشاكل العمال، وراه طمنا اليوم، طمنا كما طمنا الامس طمنا اليوم، لان فيه عمل جدي في الجانب الاقتصادي راح يعود بالخير ان شاء الله للجانب الاجتماعي بالحفاظ على المؤسسات وبالحفاظ على العمال ومناصب العمل. إلا غتاه لو غمغرنا هنا وموزرنا لامة صالح قوجيل أسين هضي تغيمي التمير استاجوه انت نغلف تنمي وهذا البرلمان بس مع عزوار جند السستان فول منك يتنغلف انه هندو امام الهدى سيوض نطاقة جندار ويتامال أسنين ادو امو كنان ومقرنين لسيوض إلا غت قوجيل أسيني فرانا وين دي بيتي تنجنين ادت مرا ود السين جوان ودق لنا موسى نيها لينا ان سنت من الديمقراطية دي سبدن الدزار تاتينات سسوغ الانتانات يدونت. احنا في هذه الانتخابات التشريعية مع القانون اللي اصدر اخيرا زايد التوجيهات رئيس الجمهورية، الشيء الاهم في هذا اولا هو رجوع الى الشعب، ثانيا
احترام إرادة الشعب، احترام إرادة الشعب، وفي نفس الوقت نحافظ على استقلالية القرار السياسي تاعنا. الضمان من خلال هذا هي السلطة العليا لمراقبة الانتخابات وإشراف الانتخابات. دغ انميلا اللي جهنا غلا فون ترغي وين دوك الانتنا ماس نكال لزوسين غرمان كمال بالجودة مهيو انكرا الضمر وين دتامنا نغيمي نغلا فون وين ترغي وين انتنا ماس نكال وين ربا وغمي وجاد سيد ونيف والمنية كيتهرة وين التقرير ويك فالأميل عام وانواغ نغيمي فول جهان وتاوان سنجمان سنة التمر وين الدين دي التقرير وانا من نهض وان تاسدوت تنايف ان مسنتا الامن فول جهة واجه تغتاسدوت جيرسيها يوان كراد التمر وين دسا اروان كراد التمر وين الدتا. تعيش الجزائر اليوم مرحلة مغايرة عن السابق. الجزائر سو أتاين هي مضق النوبث ماشي حال النوبث أي مضن وشيو الزفر اللي خدمتن الإصلاحات يبديو سان سيرو قرضال نتمورث الزفر مي يختار الشعب الدستور إي 1 نوفمبر 2020 على هك في غير مخالف محال أصمغرنا الديمقراطية غدو بدي قوذم الفساد دو صمغر اللي خدمتي مزيانا غير السياسة دو سيكجيس في ذري من يفستن أكتوس حرص في الدور التربعين غير إهن يعني حرصي على انخراط المجتمع المدني في جميع المجالات التي تهمه. يوضح الوغن غلاف وان الطاقة جندار ادوان زوز غدم وكن غرمان ادوان تبغ ورتان همان ولاية بجاية دين دغدب دهم فولمك وادي وض زمه للدبارة انت الحكومة دغلت ويقل نزوز غنيري واتي وض الشيل فو دفرموس وايد مضى الدغتاغ الولاية ولاية هادنين الى نهيلان ويغين غلاف نسمتان فورسن مضن مشعر ادم وكن نسن دغدت دفر أسجد أن يدون تين اللغات أسنضي هذا الغي موسى مضال دغ بجاية اسمي ضاني وضن كوزة الدرجة نسي لن ينكراض دغ ميضان وان ريشتر وان دواي اللغات هندق وموسنة الفلك واغي اللغين أسواغ موسى ويجا سيد جدي وضن سنة تمروين كيلومتر الدساء أفلا نراس كربون يزار أسدا موسى هضن أكد إهضن دين عندما نبتلافيك تسيلار ميزيك دي plus vite possible parce que rana en danger hna ya 41 sna rani nkit maima ma baba sita fda kunna fi 8 jous diyar kunna fi 8 jous bnat kharjet rana bakna fi sa arwahou 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 lou diyar شوفوا الناس كيفاش راهم انا كدين كيفاش عايشين لي بلافو لي بلافو تاعهم انا جبت التبيان هذا البيان توريوه هذا شوف بيان فيا لا ديمونيسيون دو سيزيم البيان هذا يقول لك بلي لي زيم بلوين رانا نعيشو ايل سون ا ديمولي سون كلاسي روج هذا تقرير من اداره بجايه كان اول زياره تاعك كوزير انا من والو لقيتك وهدرت معك دخلت للمنزل تاعك وشفت الاضرار الملتحقه بالمنزل تاعك شفتهم بعيني ماشي نقراهم في دوكيومون في ورقه يعطيك صح وعدتك اني راح نجي انا يعطيك صح في الاسبوع ما قعدناش مطبقين يدينا وعاود جيت يعني بزوج وزراء مهمين في قطاع السكن وزير الطاقه وزير الموارد المائيه الشغل الشاغل تاعي اللي جبتهم وخليت يعني خلاو المشاكل تاعهم وجاو على جا قطاع السكن الشغل الشاغل تاعنا باسكو تقربنا منكم كمواطنين وحسينا بالمشاكل تاعكم وجودنا هنا اكبر برهان على ذلك. ما جيتش باش جيت للشونتي مش باش ندير اجتماع جيت للشونتي باش نشوف بعيني المشاكل وقرارات اتخذت ودرنا قبل ما نجي وفي ثلاثة درنا اجتماع باش دينا قرارات سخرنا الأوعية الأغلفة المالية كاين مشاكل اللي لازم تتحل وخديناها بالاعتبار وراح نحلوها وراح نبقى صاهر عليها باش تتحل. تهدر لي على لي زافيكتاسيون تاع السوسيال اون فافور مع الوالي مش كاين ما نكمل برك معليش نكمل واش هي الامكانيات اللي نقدروا نديروها في الامر هذا باش نطمنك باش نقول لك دارك ها هي من على شهرين ثلاث شهور تسكن وما كانش ثلاث شهور خل من ثلاث شهور ما نمدش مايش من طبعي اني نمد ديزونجاجمون دو دات من طبعي اني نمد انونجاجمون باللي خدمتي راح نخدمها.
تسوجه الوطن أغليف تنترغي وينتين جماعة دغصور وانا قنام وفدي زكريا مسكن يمون النزان وينته وريد غريت نزوزين نيت الدبلوماسيين وهنين الجزائر ومسكن يوسيين أنا غلاف وان السياحة التنغلاف تانا قناد الأمين عام وان تنغليف تان تلغي وان تينا جماع ديري ويهن السلك الدبلوماسي دغكال لنا وغسيها رجا دونها الدبلوماسية تان الجزائر تمادها انتاه ريف ولا وندغ إجا سمتر فولتي جاوت ندب ويل زمن دغير يتنزوزي انتاه ريت نكال دسي وضنيتي السكن وينجمع إلا تنغلف وان ميضانا دسيض حسين شرحبي لهلواغ آسي بدد فولان غيمين الخدمة دغي جامشي وار فولا موكن دسقلين دبارتين تين واغ جننا دغي هندق ويل كمن الحكومة إلا تسل خدمة المتاج وميضانا ميغ التحول الرقمية موسهرة تيزيها الشلن مدانة تنغلفين للمؤسستين دغير يتنزين هل نانمي واضد الخدمة ندونة النسبة غاري إن اللغة تستنغليف تنميضانا لسيض تسوجة دغوة تايواغ نسين جمان سنة التمروين ديان تظل سنة التمروين انت ناغليف تد التامة تايواغ سنة التماض سنة التمروين دسين المشروع ونطبق الرقمنا. بعد التعليمات الأخيرة للسيد الوزير الأول زفر التعليمات إن قري سيغي هنت لوزير مزوار قمتي تخصان أسهون الإجراءات إداريت ممكن تخلال المنصات الرقميه ونهنيت السر سنتر كيزاتنا الاداره الالكترونيه ادلي جاج في خدمتنا الاداره تنزيك وشيو الى قاس اسرسين يجن البلان نسيوريه جديد يتكال فوس المد دوكون جيكوبانيين وشيو فجالس نعث للمؤهلات للكفاءات الى حقيقيا للمؤهلات والكفاءات اللازمه دغ البرنامج ويسر ظن الكوبانية تنسقلين الموانئ ونها يدهل المجمع والخدمات المينائية السنتن دي غيهرين دغ زيز جد نوي غي دقنهن دي ويجن دغ الميناء وانتنس إيهن الولايات تن الشلف بلال بالغدوش ذي سن القطارات يموق المرصى نتنس المرصى يطاق يرفض أكثر 70 البوابر المرصى دعمنتس الفابريكان وذفل وباش أسحفظن في الحوت باش ويتنم دارش هذا هو شروط اللي كنا نحوسوا عليها الحوت السخان دوك يفسد في البحر يفسد عندهم دخلهم شوفي دوك كي لا كلاص عندنا الحمد لله يا ربي بكري والله كنا نسافروا كان عندنا كاميو نروحوا سير الجين نحطوا الحوت نجيبوا اسماعيل نجيبوا لا كلاص سي دي بار اكي فاهم سي دي بار نجيبوهم عندنا شوم دو فرواد نديرهم فما ونعاودوا نطحنوا سي ديفيسيل نقصت علينا شويه لي شارج بالحاره بكري كنا شويه كان لا كريس تاع لا كلاص ما كاش وكذا وكاع بالحاره دروك رانا نسهروا علينا امور سلجيت النظام سوجدنا مكان باش نزن ذي سلحوت ذي الراحه من بين الاعمال التي قامت بها الشركه انجاز مكاتب لوكلاء بيع السمك انجاز مكتب للطبيبه البيطاري تجهيز المسمكه بكاميرات مراقبه وهذا بغلاف مالي يفوق عن 60 مليون دينار جزائري وبالتمويل دائما من طرف مجمع الخدمات المينائيه ساربور غلاف مالي يزيد عن 500 مليون دينار جزائري من اجل تعزيز التدابير الامنيه على مستوى الموانئ وصل بلاناتي زعمن اعذر الخدمتي صيادا والشياء أزمرن بشذوين الحوت ذي الحوال إلى قن تغمير رواجة تمجاق فوليبا نيميل نهاتيم الكاميرات التلفزيون تدي وديان دغرفان ونغال هيدا سفكر أنت منتا ناوين دغيات تلمد إيوايجن سهيلا بيدوني ذي الوقت غي أكثر ذي اسم سليث في تمثالت نزيد ذي لخصص ذيس أن بد في الشرال المخزن نيدا غي زنوزان السلجم لذي السوق نواد السمار ماني نوفا باللي الزيث هلا سلحساب عليك فان ولازم يطمع المواطن باللي المنتوج راه متوفر ويعني لازم السلوك هذا يعني طريقة الاستهلاك هذا تاع المادة هذه يعني اقتناء هذا المادة الغير العقلاني لازم يتوقف يعني المنتوج راه متوفر والحمد لله احنا ما جينا بصفة فجائية ورانا نشوفوا باللي الاخ راهو ملتزم بالتجارة وملتزم بالاجراءات القانونية والمتابعة نتاعنا راهي يومية لهذه المادة وهذه المادة كما راه قال الاخ انا راني نشوف لا 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 انا راني نشوف واحد الامر انا راني نشوف واحد الامر لا ما المشكل هو في الثقافة الاستهلاكية نتاعنا فقط سواد السمار نزوار المخزن الكاليتوس ماني مخلاف الحال الزيت ذاغ وتنصابش عندك ما جبش الزيت تسمعنا ديروا لي كوموندا يلا بريسيو عليهم ما يلحقوناش السلعه
كيما يعني دير كوموند قالوا لي دو جور مازال ما لحقتش السلعه. لازم تكون عنده ثقافه استهلاكيه المواطن. لو كان كل واحد يدي ثلاث بياد ربع بياد هو اللي راح يخلق انكريز. وذي الحوالة لا نثان شراني مدن أقلان تخمال أنت قمنا بناء على معلومات بمداهمة زفر ميوضنا ناضي شران الخبارات نزد مدر ومكانا نوزنزين تاويلات البنيان ماني نوفاغ لحساب ذا قرضان نزيف هني مكان تيس ذي حنان الجملة نغي حنان يقدودين وماشي ذا المخصص لها هو داخل محلات بيع الجملة أو محلات تجزئة وقي من تربان العاسة تكمل تصدى من سنت في جلت أسكشف انتذاغي تخمل حياثة وتشو والسلاين ذي السومت مزقير بعاغ أضمن انت الحساب أليك فانسي الزيث ذي الحياث أيضا الناس الخصوص كذيور رمضان أقلان ويبعيدش اللغة نغلف هو أن الفلاحة دموكن نفرجانا سيبدد الواقف والتسنتو تنوتاي انجير كلن وان الصحة النباتية استاجوهين موزر وان الفاو دغد الزير اللغة سجننا وان الفلاحة إجا تغرى دنية مقالة السلامة نشكان لسميلس ناوين تجه تنغلف تنقناد الفنون مالكة بندودة الواغة مهيون الافتراضي ونسين النغلف ونقنا نكلمون افريقيا دين دغجة تفيرت فول إضيس واجة كورونا جننا ونقنا للدبارة انتيجة دغيرة نسيكي انتغطي مرتصوه تنغلف تلغت دغت فيرت اجة اسمو تاجونا الميواض دي التكنولوجيا تتينات دغسي وض لان ايدك مقارن دغسي وض التكزان اقنا دغمنيكيت جننات المنتدى فرصة لنا جميعا لتبادل الخبرات بين الدول الإفريقية خاصة وكذا مدى تطبيق مختلف التوصيات الخاصة ببرنامج عمل الاتحاد المتعلقة بتطوير الإبداع الفني ووضع الفنانين خاصة سيسل كميتان أطنان ميلال تاجر معهد العالي ونيزليد المؤسسة نكالتان تلفزيون دزر تمدى تيميرت نالمود ادموس نتنيري ويلان تيسيوي عند التلفزيون نكال دغما وين انسلان تاجت صديسة ليل إن محمد خضراوي نلتقي لنرتقي بفضل تأطير أساتذة لهم خبرة في المجال تعرفنا على تقنيات التقديم تقنيات الإخراج الصورة لغة الجسد من خلال هذا الالتقاء تعرفنا على خبايا هذه المهنة داهي لذا ذي سيشارك النس يمضن أسان ومصواد أتمسني قنوباثي مخالفنا هذا الدورة التكوينية مفيدة لنا احنا كصحفيين في التلفزيون الجزائري الشكر موصول للأساتذة المؤطرين اللي أشرفوا على هذا الدورة خلال 6 أشهر وللتلفزيون الجزائري أيضا اللي منحنا هذا الفرصة نميز تدويل تديرنا ذي ثموسنا غا تاساتاس أما غا سيثما غا نين المذن أما سيثما غا نيس المذن نتمنى أن يكون دائما التكوين مرافق للصحفي من أجل أن يقدم أفضل ما لديه المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري سمحت ووفرت لنا هذا التربص الذي نتشرف أن نكون من بين الزملاء الذين تخرجوا اليوم هذه التجربة كانت مثمرة جدا ستة أشهر من تكوين كانت كما قلت كانت مثمرة وجيدة الحياة طبيعتنا تعلم فيها أمور كثيرة لكن هذا المعهد تعلمنا فيه أمور ما كناش نعرفوها من قبل مع كل فوج تعلمنا كي نخدم الثقافة الجزائرية تعلمنا كي نكون جزائريين تعلمنا كي نكون أيضا مبدعين في تواصلنا مع الآخر إلى كل الأساتذة الذين رافقونا في هذا التأطير الذي دام 6 أشهر كان حافلا بالعطاءات كان حافلا بالمحبة أيضا وكان حافلا بهذا التبادل وهذا التواصل الجميل اللي ربما الأثر تاعو شفناه في هذه اللحظات على الفرح والابتهاج اللي تقاسمناها مع بعض ونتمنى أن تتواصل نتان دل جهدنا التلفزيون سيس ماوني نغمة سنيس باش يفسر لخدمت إلى قن الله يتنسي هرننا ونهل واغتنم يرد فلالكم ونغجم أرمني